رزاوني في خويا رزاوني في خويا، راه الناس كلها كتحماق دابا، راه ولادي مراد انا مريضه، الزين ديال كل شيء، الزين ديال المسلمين وغير المسلمين كل شيء تيحماق عليه. دابا ولادو راه مراد مرتو مريضه انا مريضه، ما كل شيء في عائلتي جات لي جا من ايطاليا ولي جا من لافرونس ولي جا من اسبان، كلهم راهم هنا. حرام هذا الشيء، هذا منكر، الارهاب منكر، ارهاب عباد الله، خاص يوقفوا هذا الشيء، خاص يوقفوا هذا الشيء، ما يخلطوش ما بين الاسلام وما بين الارهاب. ما عارفينش الاسلام، خويا لي بيسكي مسميها السلام، خويا كيدوي على لابي، خويا كيدوي دائما كيدوي كيقول لك حنا خاصنا نديرو ايد في ايد. علاش هاد الارهاب؟ علاش كافه من هاد الشيء؟ راه حنا عينا، راه حنا طبنا هاد السيد وضع المغاربه كلهم، راه حنا العالم كله كيعيط ليا، راه التليفونات 24 ساعه على 24 ساعه، انا غادي يدفنوني حداه، ما كبرتوش على الله، شديتو بنت 15 عام ودابا دعيت من سيد ربي. هاد الشيء اللي غادي نقول، والله ينصر سيدنا، والله يوقف مع المغاربه كلهم، والله يحفظكم، ولا إله إلا الله محمد رسول الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.